الله، انت بتعمل ايه هنا لوحدك؟ مش مفروض دلوقتي تبقى سهران مع اصحابك؟ صدقني انا مش فاكر اي حد من صحابي اساسا عشان اسهر معاه. طبيعي، هو الواحد لما بيبقى ناجح في حياته بيخسر حاجات كتير على حساب ده، زي اصحابه مثلا. ما دي المشكله، ان انا مش حاسس ان انا ناجح زي ما انت بتقولي. بالعكس. ليه بتقول كده؟ ايمان، انا اتولدت لقيت اهلي عندهم كل حاجه، صحابي كلهم زيي. انا ما افتكرش في يوم ان انا وقفت قدام كشك سجاير ولا ركبت تاكسي ولا اتوبيس ولا حتى لعبت كره في الشارع. دلوقتي اكتشفت ان انا بتجوز عشان احس ان انا عملت حاجه في حياتي. تتجوز عشان تحس انك عملت حاجه في حياتك؟ طب هو المفروض اعمل ايه؟ المفروض انك تحب عشان تعيش، مش تحب واحده، يعني تحب الحياه عموما. فاهم قصدي؟ نورت مصر. نور خير بلدنا، مبقاش لينا عالي واحنا قاعدين كده يا عم. ولا يهمك، المهم انت قلت اللي عندك وخلاص. والله ما عارف، انا بفكر ارجع مصر. كفايه بقى جو الندابه ده بقى، ما تيجي نعلي باي حاجه نروح نصرف في اي حته. نعلي بايه؟ اوعى تكون مهرب حاجه هنا. مهرب ايه يا عم، احنا جايين بورسعيد، لازم نشتري اي حاجه. نشتري ايه يا كيمي؟ يعني نعمل ايه؟ يعني نخش السوبر ماركت؟ مساء الخير، لو سمحت عايز كيسين حركات. انت اتجننت ولا ايه؟ انا اتحبس. انا هتصرف، انا هتصرف، حط صوتك بس. تخربها. ابن حلال. يا سحس بيه، يا سحس باشا. اهلا وسهلا. مساء الخير. ازيك؟ عامل ايه؟ مساء الخير. نورين. اخبار حضرتك ايه؟ نعم الحمد لله. معقوله يعني قاعد كده مش تجهز حاجه لبكره يعني كده لوحدك؟ للاسف بقى ما لحقتش اظبط حاجه. تلاقيش حاجه نتمرن بيها بكره؟ هو فيه بس ده هيستدعي ايه اللفه بالعربيه كده شويه. ما بلاش العربيه. لا انا موافق. ماشي يلا بينا. انت مأمن؟ مأمن. يخربها يا كيمي. طلع مأمن. يلا طلع مأمن. اتفضل. يلا. السويت سريع اوفر. خلاص حضرتك. خلاص قربنا نوصل اهو. خايفه انت على الفاضي، مش عارف ليه الحته هنا امان. ايه ده؟ انا اول مره اشوف لجنه هنا. عادي عادي، بس حط الازازه بس تحت. قول لي بقى مين في العربيه عشان مش شايف. ها في اوكش يا معلم. بس سيبها. اثبت اثبت اثبت. رخصك يا حبيبي. رخصك يا حلوه. رخصك. نزل ازازك كده. تمام تمام. وريني كده ايه السيجاره دي، ساده ولا محشيه؟ لا 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 ساده. في شعبي خليك معايا. يا نهار اسود، سيجاره مخدرات؟ الحق يا سياده العقيد، في سيجاره مخدرات. شامم؟ ستاف كويس. ستاف كويس. ستاف كويس. مصلحه. تمام مصلح. تمام مصلحه. خليك معايا ماما، خليك معايا. شكلك ابن ناس. طلع بس طلع. شوف هنا ولا هنا يا عم. اسمع كلامي، انت كده بقت في قضيه كبيره. طلع. في قضيه امن ومتانه هنا. عندك قضيه امن ومتانه؟ البرابريز متدمر. يا نهار اسود، يا نهار اسود. ايه ده؟ الحق يا باشا. في ربع وقيه ايه معانا؟ ايه؟ اهلا اهلا. يبقى تمام تمام. ايه قضيه كبيره؟ قول لي بقى. معاك شنطة إسعافات ومثلث؟ اه في الشنطة. ورق. يا ولاد اللذينة. اشرب اشرب يا سحس بيه. زي الفل يا معلم. ده انت انجي هتظبطك. انا مش عارف يا اخي انت ايه اللي رماك الرمية السودا دي. قصدك ايه يعني؟ انت بتعيب في انجي ولا ايه؟ الجو ايه الجو اللي ده؟ يا عم انا بضحك معاكوا، يا عم انا بهزر. دمه خفيف. يا جماعه بجد انا النهارده اسعد يوم في حياتي. انا بقالي كتير قوي ما ضحكتش الضحك ده. ده على كل يوم. عايزيننا انت بس واحنا نضحكك. فينك يا محي بيه؟ تيجي تشوف كام يا خاربها في البحر. يا عم محي بيه مين؟ هتسافر هتسافر الناس يا كيمي. هو انت وراك حاجه؟ ما تهدى شويه. اسافر اعمل ايه يا عم؟ انا شكلي هسافر بره اشتغل غساله اطباق في ماكدونالدز. بس بجد صحيح، ينفع يعني تسيب مجهودك وتعبك في الكليه بعد ما وصلت لمعيد؟ ما هو قليل البخت في البلد دي معيد برضو. يا اخي البلد دي حاجه غريبه قوي، كل الناس عايزه تسافر وتهج، واللي بيشتغل فيها بيعمل حاجه تانية ملهاش اي علاقه بشهادته. حلوه بيشتغل فيها دي. وهنروح بعيد ليه؟ ما عندك استاذ علي اهو خريج تجاره انجليش ومصورات. مصوراتي؟ ايه مصوراتي دي؟ ما تقولش مصوراتي دي خالص. مصوراتي ايه؟ الا صحيح يا علي، انت ايه اللي خلاك تعمل كده؟ اللي خلاني اعمل كده اني ما بعرفش اضحك على نفسي يا حسين. انا عارف ان انا مش هشتغل بالشهاده اللي انا بدرسها، وحتى لو انا عايز اشتغل هيطلع عيني عقبال ما الاقي شغلانه. طب ما يطلع عيني في حاجه بحبها، صح ولا لا؟ صح. عندك حق.
احكي لكم على حاجه. ارغي. في يوم صحيت وبصيت في المرايه ما عرفتنيش. سرحت كده وقعدت افكر انا امتى اخر مره كنت مبسوط فيها. اكتشفت ان ايام المدرسه دي كانت احلى ايام في حياتي. قمت قايم ومطلع الصور اللي كنا بنصورها لنفسينا دي في المدرسه. قعدت ابص عليها لقيت ان الحاجات اللي بتبسطني هي الصور واصحابي. صحابك اللي انت ما سالتش عنهم. سالت يا كيميا ويا ريتني ما سالت. واحد من وهو صغير نفسه يطلع بعثة ومش عارف. والتاني عنده مشاكل مع مراته وبنته. حتى دينا كفاية قوي اللي حصل ما بيني وما بينها. بص يا علي، اللي عمل فيك الفصل ده واحد شايل منك قوي، واكيد يعرف يوصل لبيتك بسهولة والانجي في نفس الوقت. انت تراجع دفاترك القديم، كارلم البرازيل، نتاشا من سوق العبور. يا عم عمرات العبور، عمرات العبور. يا عم مش فارقة، ما اتنين عبور. تفتكر يعني؟ أكيد. صح صراحة أبي برازي. ساعتك يا معلم، ساعتك يا معلم. لا ما بحبها. انت صحيح فرحك بكرة؟ بكرة وبعده، بكرة وبعده. مش واجب برضو العروسة تتخبى لغاية ميعاد الفرح؟ وده رأيك انت ولا رأي إيمان؟ إنجي، أنا عارف إنك انت بتحبي شغلك جدا، عشان كده قررت إن يبقى في حد بيشرف على الفرح، إيمان أو غيرها، محدش ليه رأي غيرك. ميرسي يا حسين. على فكرة أنا بحسدك على أصحابك بتوع المدرسة. إشمعنى يعني؟ إيه اللي فكرك بيهم؟ بس أنا وكريم وعلي كنا سهرانين إمبارح، وأنت ما قلتليش ليه إن كريم معيد وبيدور على شغل. كريم؟ هو لاحق يشحك منك شغلانة؟ الراجل ما قالش حاجة، ده أنا اللي فكرت بس أشغله عشان أنتوا أصحاب من زمان. أنا مش قصدي حاجة، بس عايزاك تعرف إنه كريم ده عيل واطي وإحنا صغيرين وغاوي سلف. أنا خايفة على مصلحتك. تصدقي ممكن يكون عندك حق. ده حتى علي حسيت إن هو خبيث وبتاع كلام كتير، وخصوصاً بعد ما عرفت موضوع دينا والصور. وقلت أكيد دينا الطيبة واحد زي علي يعرف يضحك عليها. دينا الطيبة؟ أنت عارف دينا دي عملت فيا إيه؟ الهانم كانت عايزة تضربني في ظهري، تاخد شغلها وتبيعه بره لحساب نفسها وتبيعني. لولا بس إن أنا لحقت نفسي على آخر ثانية كان زماني خسرانة كتير جدا. على كده بقى علي عمل فيكي جميلة. علي ده هبل زيه زيها. لو كان مفتح كان عارف إن المرمطون بتاعه ده بقرشين. مش بس بيعه يسرق لي نسخة من الصور، ده يسرق شقته كلها.